الحمد لله ولعبنا في البطولة هذه، وصلنا دور 16 وطلعنا من البطولة هذه. بس يعني البطولة هذه كان يعني فيها غش شوية، فيها غش ترى في البطولة هذه. البطولة بطولة لا تسامح، رأيك؟ أتوقع أنا رأيك لا، يعني زي ما أقول مالي صلاح بالغش. أعطيني رأيك في البطولة، إيش رأيك؟ يعني البطولة ممتازة ممتازة، كويس البطولة. بمعنى الأصح أنت إيش رأيك في المنظمين؟ منظمين والله، تنظيم كويس، بس يا أخي التنظيم في اللجنة، ولا في اللجنة جميع البطولة يا التنظيم والله مو كويس، مو الفرق بس هي يعني ساعدت الدور. التنظيم هذا رأيك مو كويس. البطولة وصلت إلى دور الأربعة بلا شك بدون مشاكل إلا في دور الثمانية، بس هي مشاكل القائد أبو ربشة هي اللي أثرت، هي في دور الثمانية هي اللي عدمت الدور. دور الثمانية أبو ربشة أعلن انسحاب من البطولة، وإبراهيم سفرجلة كنت مع من مشارك في البطولة؟ مع الملكي، غادر البطولة 16 أمام أبو رزق. كنت تتمنى أنك تكون إيش في البطولة، أفضل لاعب هداف؟ والله البطولة أنا ما شاركت من البداية، شاركت 16 وتمهيد آخر مباراة في التمهيد. بس سجلت هدف؟ صنعت هدف. إبراهيم السفرجلة إيش عجبك في لقب اللاوفي؟ اللاوفي هذا وفي هذا وفي هذا لقب أبوي أيام 74 78، هذا أيام ما كان يلعب مع الجالية الإريترية. طبعا ابوك معروف. ابراهيم السفرجله لاعبا للقايدي سابقا، حاليا محترف مع الملكي وايضا مع الباشا، يلعب مع الكابتن والاستاذ الكبير عم حسن، هو على يد الاستاذ عم حسن ابراهيم السفرجله. شكرا يا وفي، استضفناك هنا في قناه خالد بازيدان الالكترونيه على اليوتيوب. ايضا بطوله التسامح الاولى للاكاديميات ابراهيم السفرجله. شكرا ابراهيم، يعطيك العافيه.